خلينا نبتدي بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا كالمعتاد. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال مع السيد غزالي عثماني رئيس جزر القمر، وحرص الرئيس السيسي في مستهل الاتصال على تهنئة الرئيس القمري على فوزه بولاية رئاسية جديدة، وأكد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات شعبي البلدين للتنمية الشاملة والمستدامة. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع من أجل متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحوكمة المنظومة الضريبية وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية. خلال هذا الاجتماع تم التأكيد على أن المنظومة الضريبية المميكنة ستساعد على سرعة تحصيل الضرائب وإنهاء المنازعات وتسريع إجراءات الفحص الضريبي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاتصال اللي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع غزالي عثماني رئيس جزر القمر، وحرص الرئيس السيسي في مستهل الاتصال على تهنئة رئيس جزر القمر على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكداً حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات شعبي البلدين نحو التنمية الشاملة والمستدامة. أيضاً تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات وتوطيدها في مختلف المجالات وتعميق التفاهم بشأن القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية مع بدء مهام عملها بالقاهرة. وأكد مدبولي على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والبحرين وحرص مصر على مواصلة تنمية مسارات التعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي وفتح آفاق أرحب من التعاون والشراكة بما يسهم في خلق المزيد من فرص الاستثمار الواعدة التي تعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات اللي بيتم اتخاذها لحوكمة المنظومة الضريبية خصوصاً سرعة إنهاء المنازعات الضريبية. خلال الاجتماع تم التأكيد على أن المنظومة الضريبية المميكنة تساعد على سرعة تحصيل الضرائب وإنهاء المنازعات الضريبية فضلاً عن تسريع إجراءات الفحص الضريبي. امبارح عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بشأن تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وجهود توطين تلك الصناعة الهامة. وأكد مدبولي أهمية تحفيز الاستثمار في مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية نظراً لكونه مجال مهم بتعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية فضلاً عن خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة، مشيراً لأهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة في هذا المجال. امبارح وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72 وتحت عنوان فدا مصر، نظمت وزارة الداخلية معرض المعدات والتكنولوجيا المستحدثة في قطاعاتها المختلفة بمقر أكاديمية الشرطة بحضور كافة فئات المجتمع المصري. بالنسبة لأخبار المحافظات، في قنا تم البدء في أعمال رصف الطرق في مدينة أبو طشت وذلك ضمن الخطة الاستثمارية هناك. أما في البحر الأحمر فمطار الغردقة الدولي استقبل امبارح 45 رحلة طيران دولية. خلينا بقى نروح لأسوان، تم الإعلان عن تنفيذ حزمة مشروعات لتطوير البنية التحتية بتكلفة 1.5 مليار جنيه. أما في بني سويف تم تسليم 40 وحدة صحية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في قنا تم البدء في تنفيذ أعمال الرصف بمنطقة التأمينات بمدينة أبو تشت بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وده ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لمراكز المحافظة اللي بتتضمن رصف الطرق والنظافة وتجميل الميادين وتحسين البيئة بهدف تسهيل الحركة وانتقال المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة ليهم. في البحر الأحمر استقبل مطار الغردقة الدولي 45 رحلة طيران دولية أوروبية، وتم تسهيل إجراءات الوصول لهم للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ البحر الأحمر، كما طبقت الجهات المختصة بمطار الغردقة الإجراءات الوقائية والأمنية على الوافدين فور وصولهم.
فأسوان أكدت المحافظة أنه تم وجاري تنفيذ حزمة من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من البنية التحتية في طريقي كورنيش النيل والسادات بالكامل داخل مدينة أسوان، وتم كذلك تنفيذ أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية في الشوارع الداخلية للمدينة. في الوادي الجديد أعلنت مديرية التعليم فتح باب التظلمات على نتائج نصف العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، وده بداية من اليوم الأربع لمدة 15 يوم، وبيتم تقديم التظلم بإدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية. فأسيوط بيتم تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع مدينة صدفة وفقاً لخطة التطوير والتجميل المقرر تنفيذها بالمركز للعام المالي 2023-2024، وده ضمن الخدمات اللي بتقدمها المحافظة لتسهيل الحركة وتيسير الانتقال وتحسين الشوارع والميادين. في الدقهلية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه بقرية كوم النور اليوم الأربع من الساعة 10 صباحاً حتى 3 مساءً، كما أعلنت الشركة عن انقطاع المياه بقرية بشلة غداً الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً، نظراً لقيام الشركة بأعمال ربط محطة مياه ميت غمر السطحية على المحطات الارتوازية. في بني سويف أكدت المحافظة أنه تم تسليم أكثر من 40 وحدة صحية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن مشروعات قطاع الصحة لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. في سوهاج أعلنت المنطقة الأزهرية أنه تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 52 معهد أزهري بتكلفة إجمالية بلغت 334,544,000 جنيه، لتقدم خدمتها للطلاب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وده خلال الفترة من عام 2020 حتى ديسمبر 2023.